السيد مقتدى الصدر يلقي خطابا لجماهيره بعد أيام من فاجعة الناصرية ومطالبته بإقالة محافظ زيقار. خبر عاجل: أعلن زعيم الطيار الصدري اليوم الخميس عدم مشاركته في الانتخابات وسحب يده من كل المنتميين له ولآل الصدر في هذه الحكومة أو الحكومة اللاحقة، فيما أكد أنه يخشى على العراق من المصير المشابه إلى سوريا أو أفغانستان. وقال السيد مقتدى الصدر في كلمته التي تابعها الكثيرون: أسفي على العراق وأنت أسير الفساد، لم يبقى فيك إلا الخراب والذل والهوان، الكل تكالبوا عليك وأضروك، ولا أريد أن أكون معهم أو فيهم، قال لهم لا يريدون إلا المال أو السلطة أو السلاح، ليس لي طمعا إلا حبك، فحب الوطن من الإيمان، الوطن أحرقه الفاسدين ولا زالوا يحرقونه، لن أشترك بهذه الانتخابات وأعلن عن سحب يدي من كل المنتمين لهذه الحكومة الحالية أو اللاحقة، وإن كانوا يدعون انتماءهم إلى آل الصدر فالجميع إما قاصر أو مقصر، أخشى أن يكون مصير العراق مصير سوريا أو أفغانستان أو غيرها من الدول التي وقعت ضحية السياسات الداخلية. أيها الشعب، أنتم مدعون إلى مناصرة العراق ضد التبعيين أو المطبعين أو الفاسدين.